بيت سهول وبيت هلال، تحت النجوم والهلال، عطر الطبيعة والجمال، حكاية تشابه الخيال. دايت بنت اسمها هايدي، دايت بنت اسمها هايدي، عاشت حياتها بالحب والخير، غنت للإنس والزهر والطير. عاشت حياتها بالحب والخير، غنت للإنس والزهر والطير. هايدي الجميلة، هايدي الكريمة، هايدي اليتيم، هايدي اليتيم، هايدي اليتيم. مثل نسيم الهواء، هي للعليل الدواء، هي للجرح شفاء، هي للصبح ضياء. هايدي الكريمة، هايدي الجميلة، هايدي اليتيمة، هايدي اليتيمة، هايدي اليتيمة، هايدي اليتيمة. فصل الخريف في جبال الألب أتى ومضى، والجبال تبدو الآن شاحبة وباردة، وفصل الشتاء أصبح على الأبواب. مرحبا هايدي. الجو بارد جدا هذا الصباح يا بيتر. هذا أكيد، أشعر وكأن أنفي قد تجمد. كم هو مضحك. أنف متجمد من البرد شيء مضحك؟ بيتر، الثلج يتساقط. لذلك الجو بارد جدا. جدي 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 تعال. ولم تصرخ يا هايدي؟ ماذا بك؟ ها، تعال معي أسرع. انظر يا جدي، الثلج يتساقط. ماذا يتساقط بغزارة؟ صباح الخير يا هايدي، ماذا تفعلين؟ لقد قضيت كل الليل في الثلج. يجب عمل شيء لإصلاح النافذة لكي لا يتسرب الثلج إلى الداخل. لا عليك يا صغيرتي، أنا سأصلحها بنفسي. أشكرك يا جدي العزيز.
ماذا تفعلين يا هايدي؟ جئت هنا لكي أرى إن كانت الأشجار ستتحدث إلي. ماذا تظنين؟ هل هي تتكلم؟ الحقيقة أنني لا أدري، فأنا لا أسمع صوتها، فالأغصان عالية جدا. ما رأيك أنت يا جدي؟ دعيني أستمع، دعيني أستمع. وأنت أيضا لا تسمعها؟ دعيني أستوضح الأمر. لا أعتقد بأنها تتكلم، أظن بأنها ما زالت نائمة. جدي إنك تحاول أن تقلدني. أجل أجل أجل، لا بأس لا بأس. برنارد تعال. أنت نعسان، هيا بنا. جدي انظر. برنار، هل من مشكلة؟ هيا بنا، هيا هيا هيا. عودي عودي إلى هنا صبيعة الزكام يا صغيرة. لا تنتظري بيتر البعض، وهم لن يأتوا بعد الآن. عندما يبدأ الثلج بالتساقط فإنهم يتوقفوا عن الصعود إلى الجبال، ولهذا فهم لن يعودوا قبل حلول الربيع. وهل سيدوم الثلج طويلا يا جدي؟ أيام وربما أسابيع يا هايدي. ماذا؟ لن تستطيعي رؤيتهم إلا بعد أن يذوب الثلج. إذن وأنا لن أستطيع رؤية بيتر ويوكي حتى ذلك الوقت. ذلك لأن المعز لا ترعى في أيام الثلج. لماذا؟ ما الأمر يا هايدي؟ هناك غزال تحت الشجرة الفضية. دعيني أرى، ماذا قلت غزال؟ إنه غزال شارد، انظر. ما رأيك يا جدي في وجود الغزال هناك؟ ربما مصاب. اتخذ مأوى تحت شجرة عاصفة ليحتمي. ماذا تقول؟ شجرة العاصفة؟ الشجرة التي اختارتها الحيوانات حيث تستطيع الاحتماء تحتها، وهذا ما يريد أن يفعله الغزال يا هايدي. وبهذه الطريقة فإن الثلج لن يطال الغزال. كيف يحصل على الطعام في وسط الثلوج؟ لابد أنه جائع. سأحضر له بعض الطعام. اذهبي لإحضار بعض العشب، فإنه يحب ذلك بالتأكيد. حاضر. تعال يا غزال، لا تفزع مني، لقد شربت لك بعض العشب. ماذا بك يا هايدي؟ لقد هرب الغزال، كنت أريده أن يبقى وأن يصبح صديقا لي. هايدي، لا يمكنك أن تصبحي صديقة له في هذا الوقت القصير، تحتاجين إلى وقت لتكسبين صداقة الغزال.
اترك العشب تحت الشجرة وانتظري عودة الغزال. هيا يا هايدي. حاضر. تركت العشب هناك يا جدي. انظر. انظر جدي هذا يأكل. هايدي هايدي فصل الشتاء في جبال الألب قارس قاسي، ولكن هايدي الصغيرة لم تعر ذلك أي انتباه، لأنها وجدت سعادة جديدة مع صديقها الغزال. جدي جدي الغزال تناول العشب من يدي هذا اليوم. شيء جميل. لقد أصبحنا صديقين. ماذا؟ يبدو كأنه غزال. هيا دعيني أرى ذلك. ما الذي تفعله جدي؟ راقبيني وكوني هادئة. أعرف أنه غزال. هل أنت متأكدة؟ هل هو غزال؟ إنه هدية لك، خذيه. شكرا يا جدي. لا 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 ماذا بك يا هايدي؟ إن هذا يذكرني كثيرا بيوكي وباقي عن ذات القطرية يا جدي. الغزال تسألني عن العنز.
لا تهتم يا هايلي، فهي في أمان ودفء مع بيتر يا صغيرتي. تمنيت لو يأتي الربيع يا جدي. أظن بأنني أسمع أن أحدا هناك. متأكدة؟ سمعته يا جدي. أنت تتخيلين، من تظنين أنه يجازف ويأتي إلى هنا في مثل هذه العاصفة الهوجاء؟ إنك على حق، أنا متأكدة أن أحدا ما هناك. من الجائز أنه شبح الثلج الذي سيأتي إلى هنا ليأكلك. لا يا جدي، لا تحاول أن تفزعني، أنا لست خائفة. انظري من هنا، انظري انظري من. بيتر بيتر، أنا مسرورة جدا لأنك أتيت. بيتر اذهب واجلس بقرب النار. كيف رحلتك؟ تناول شيئا من الطعام يا بيتر، هيا. هيا كل كل. بيتر قل لي، كيف تقضي أوقاتك بلا عمل؟ خلال الشتاء يجب على بيتر أن يعتني بعلبة أقلامه بدلا من العناية بعنزاته يا هايدي. لا أفهم ما تقول. ذلك لأن بيتر يذهب الآن إلى المدرسة. مدرسة؟ ما معنى مدرسة يا بيتر؟ أرى أناس. وما نرى هؤلاء الناس؟ معلمون وتلاميذ. ماذا؟ معلمون؟ ومن يكونوا؟ المعلمون هم المعلمون. ماذا يفعلون هناك في المدرسة؟ المعلمون يدرسون الأولاد دروس. يشرح بيتر لهايدي حياته في المدرسة، وبيتر في بعض الأحيان لا يفهم نفسه، ورعاية العمد بالنسبة له أكثر سعادة وإثارة. إنه دوما يعمل أغلاطا كثيرة، ولهذا فإن رفاقه يهزؤون به ويضحكون عليه. إنه أمر غير مهم. أنا متأكد أن ما من شيء يسر بيتر أبدا. لابد أن وجود المرء في المدرسة أمر غريب. شكرا، لم أتناول طعاما شهيا في حياتي. بلا تلميح أيها الفتى الصغير، أنا لن أعطيك أكثر مما أكلت. لا أطلب منك سوى وجبتين كل يوم. بيتر لقد قضيت نهارا طيبا. وأنا أيضا، هل أستطيع العودة الجمعة القادمة؟ بلا شك، أليس كذلك يا جدي؟ أجل، والآن أحزم أمتعتك وارحل. شكرا، إلى اللقاء. مع السلامة. وداعا. هايدي،
جدتي تريد منك أن تزوريها قريبا إذا سمح الوقت. صحيح. ماذا أقول لها يا هايدي؟ لم تتوقع هايدي مثل هذه الدعوة، إنها لا تدري ماذا تقول. لقد عقدت دهشة لسانها حتى أنها لم تستطع أن تعطي بيتر جوابها. لماذا لم تجاوبيني؟ بيتر، هل حقيقة أن جدتك تريد أن تراني لذلك دعتني؟ هل ستذهبين؟ بكل تأكيد. إلى اللقاء. أتسمح لي بالذهاب؟ هل هناك من مشكلة يا جدي؟ هل أستطيع الذهاب؟ إنه لمن الخطر الخروج من البيت في هذه الأوقات، فالثلوج تتساقط بقوة يا هايدي. سأنتظر حتى يتحسن الجو. أرجو أن يتوقف سقوط الثلج. وهكذا يوم هايدي ينتهي بتوقعات حول زيارة ستقوم بها قريبا لجدة بيتر، وفرصة تسنح لها بالذهاب إلى القرية. يا لها من أمور مدهشة. دفع الخير في الأخير ازرع حب، دفع الخير في الأخير ازرع حب. كلام سليم وكلام ذهب كله كرامة وعدل وأدب، كلام سليم وكلام ذهب كله كرامة وعدل وأدب. إلى اللقاء يا أصدقائي، إلى اللقاء يا أصدقائي، تابعوا معنا قصتنا مع هايدي حبيبتنا، تابعوا معنا قصتنا مع هايدي حبيبتنا. هايدي الكريمة، هايدي الجميلة، هايدي اليتيمة، هايدي اليتيمة، هايدي اليتيمة، هايدي اليتيمة.